حدد كل الزوايا الحادة والمنفرجة والقائمة في الصورة بالأسفل. لذا دعونا نتذكر ما المقصود بالزاوية الحادة والمنفرجة والقائمة. فالزاوية الحادة أو أكيوت هي الزاوية التي تقل عن 90 درجة، وسوف أكتبها هنا. أما الزاوية القائمة رايت هي التي تساوي 90 درجة، أو أن قياسها يساوي 90 درجة. أما الزاوية المنفرجة أبتوس فهي زاوية قياسها أكبر من 90 درجة وأقل من 180 درجة. لنكتبها بهذه الطريقة، إنها أكبر من 90 درجة، أو أن 90 درجة أقل من الزاوية المنفرجة، والزاوية المنفرجة أصغر من 180 درجة. ولكن إذا كان لديك زاوية 180 درجة فهي تشكل خط مستقيم، ولذلك فهي تسمى بالزاوية المستقيمة. لننظر إلى هذا الرسم ولنبدأ بالزاوية الحادة. سوف أكتب الزاوية الحادة باللون البنفسجي. نحن نعلم أنها أصغر من 90 درجة. حسنا، إذا نظرنا إلى هنا جيدا فإن المعلومة الوحيدة الحقيقية المعطاة لنا والتي يمثل هذا الربع تحديدا هنا بأن الزاوية هنا هي زاوية قائمة. لذا دعونا نبدأ بالزاوية القائمة لأنها ممكن أن تكون أكثر أهمية. لذا هم يخبرون أن هذه الزاوية هي زاوية قائمة، وهكذا أصبحنا نعرف واحدة من الزوايا القائمة وهي الزاوية QAR، حيث أن A هو رأس الزاوية يمكن تسميتها RAQ. إذا الزاوية QAR فإنهم يخبروننا أن قياسها هو 90 درجة. الآن هناك زاوية أخرى قياسها 90 درجة هنا وهي QAT. الزاوية هنا مباشرة الزاوية QAT. وسبب معرفتي بأن الزاوية QAT هي أيضا قائمة ذلك أنه إذا أخذت QAR الزاوية هنا ودمجتها مع QAT فإنك ستشكل زاوية مستقيمة، فإنك سوف تسير بهذا الشكل. إذا جمعناهما يجب أن يكون 180 درجة. لذا إذا كانت QAR تساوي 90 درجة فإن QAT ستكون 90 درجة. وهناك طريقة أخرى للتفكير بها، وذلك أنها بجانب بعضها البعض ولديها شعاع مشترك فهما زاويتان متجاورتان، وإذا نظرت إلى أضلاعهما الخارجية فهي تشكل زاوية مستقيمة. وبالتالي تستطيع تسميتهما زاويتان متكاملتان، أي أن مجموعهما 180 درجة. وهذا تعريف الزاويتان متكاملتان، مجموعهما يساوي 180 درجة. لذلك إذا كانت إحداهما 90 درجة فالأخرى يجب أن تكون 90 درجة. الآن دعونا ننتقل إلى الزاوية الحادة لأنها في الحقيقة تزودنا بمعلومات كثيرة، لأنه في هذه الزاوية العليا إذا كانت QAT تساوي 90 درجة، إذا كانت تساوي 90 درجة فإن أي من الزوايا التي تكون QAT يجب أن تكون أقل من 90 درجة، كمثال الزاوية QAP هنا قياسها يجب أن يكون أقل من 90 درجة، وذلك لأنها جزء من زاوية أكبر قياسها 90 درجة، فيجب إضافة الزاوية هنا حتى نحصل على مجموع 90 درجة، فكلاهما يجب أن يكون أقل من 90 درجة. واحدة من الزوايا الحادة هي الزاوية QAP، وزاوية حادة أخرى هي الزاوية PAT، ونعرف ذلك إذا جمعناهما مع بعضهما البعض نحصل على 90 درجة. لذلك كلاهما يجب أن يكون أقل من 90 درجة على فرض أن كلاهما أكبر من صفر. هل يوجد هناك زوايا حادة أخرى هنا؟ زاوية أخرى تبدو حادة هي الزاوية RAS. إذن الزاوية RAS، والسبب الذي يجعلنا متأكدين من أنها أقل من 90 درجة أنه إذا قمنا بمد الشعاع AQ إلى نقطة منطقية هناك ندعوها X، فإن الزاوية RAX سوف تكون 90 درجة.
وهكذا فإن RAS أصغر من 90 درجة. أعتقد أننا حددنا كل الزوايا الحادة هنا، وحددنا الزاويتان القائمتان أيضا. والآن سوف نبحث عن الزوايا المنفرجة وهي أكبر من 90 درجة وأقل من 180 درجة. واحدة من الزوايا المنفرجة هي إذا صرنا كالتالي QAS أو SAQ، من الأفضل أن تسميها SAQ، وهي عبارة عن زاوية منفرجة لأنها تحتوي على زاوية 90 درجة بداخلها وتتسع أكثر. لذلك SAQ الزاوية SAQ هي بالتأكيد منفرجة، تظاهر بالقول أن SAP زاوية منفرجة ولكنها زاوية مستقيمة، حيث إذا سرنا بهذا الاتجاه حتى 180 درجة فسوف تكون زاوية مستقيمة، فهي ليست منفرجة. وتسمى زاوية مستقيمة لأنها تشكل خط مستقيم، فالشعاعين وضلعي الزاوية تشكل خط مستقيم، لذلك لن نشمل SAP في الزوايا المنفرجة. والآن زاوية منفرجة أخرى سوف أكتبها بلون مختلف، تبدو أنها RAP، الزاوية RAP، وتحتوي على الزاوية RAQ بداخلها وهي 90 درجة وتتسع أكثر من ذلك. لنرى الآن RAT هي زاوية مستقيمة، لن نعتبرها منفرجة لاعتباراتنا هنا. هل وجدت كل شيء؟ هل نسيت شيء؟ ما لقد وجدت هذه وهذه وهذه، وهؤلاء زوايا مستقيمة. انتظروا، فقد رأيت واحدة أخرى. بالطبع لدينا هذه الزاوية هنا بالمساحة الكبيرة السوداء، ولم أنتبه لها أيضا. لديك الزاوية هنا TAS، الزاوية TAS، ونعرف أنها أكبر من 90 درجة بسبب النقطة المفترضة هنا X، بحيث إذا أكملنا الخط QA في هذا الاتجاه فسوف نعرف أنها زاوية 90 درجة، وزاوية TAS تتسع أكثر من ذلك، أي أكثر من 90 درجة، لذلك TAS هي أيضا منفرجة. أعتقد أني وجدتها كلها الآن، دعوني أرى. نعم كلهم، لقد انتهينا.